الاجتماعي السؤال اللي ناقشناه قبل كده، لانه بيستغل في الساحه السياسيه والانتخابيه محاوله احداث تناقض بين 25 يناير و 30/6 واظهار المشير السيسي وكانه ضد 25 يناير، وانه اتهامات توجه انك تعيد فلول النظام القديم من جديد وهم اعضاء في حملتك الانتخابيه، والخصم يستخدم تعبير انا مرشح ثورتين. وهنا محاولة هذا التناقض الهدف منه هو إفقادك أصوات، بماذا تعلق عليه؟ ليه في حد بيدخل بغض النظر عن نواياه بين الثورة الـ 25 وثورة الـ 30؟ ليه؟ ولازم نتوقف مين اللي عمل الحالة ديت؟ احنا ليه بنختلف؟ ليه مش مصدقين ان احنا عملنا حاجة حلوة في المرتين؟ هي لازم الحاجة الحلوة تبقى مرة واحدة؟ لا، احنا عملنا حاجة حلوة في المرتين، مين اللي عايز يخرجها من مضمونها ده؟ ويعمل صدام بينهم. ليه النسيج بتاعك ما يبقاش مستقر ليه؟ انتوا لازم تقفوا وتشتغلوا على ديت. لا، المصريين خرجوا دي وخرجوا دي. دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية، ازاي الناس تتصور يعني إن في حد يقدر يجيب حد تاني غير المصريين عايزينه؟ طب ليه؟ انا يا استاذ وائل ما عنديش حمله، لان انا استدعيت لمهمه، مش داخل ترشيح بكل ما تعنيه الكلمه من ان انا يبقى عندي دي. انا استدعيت لمهمه، النقطه دي لازم تبقى واضحه عند حضراتكم وارجو عند الساده المشاهدين. ما بتحبش كلمه المرشح يا فندم؟ ابدا، انا ما اقصدش كده. انا عايز اقول أنا لقيت في المصريين بينادوا عليا إذا كنت أنا سمعتهم كويس. إذا كنت أنا سمعتهم كويس، فأنا لبيت الندى. ندى الاستدعاء. مش داخل منافسة؟ أنا ما أقصدش كده برضو، ما أقصدش كلمة مش منافسة، لكن عايز أقول الأساس اللي أنا تقدمت بيه هو أساس إن وطن في خطر، وتم استدعائي لمجابهة هذا الخطر، بغض النظر عن النتائج دي هيحسمها الصندوق والمواطنين يقولوا ما شاءوا فيه. ومحدش بصراحة يقبل، ولا أنا أقبل على إن حد يوجه المصريين لحاجة معينة بعينها. بصراحة سيبوا الناس تختار، ده جزء من التجربة، من التجربة الديمقراطية اللي احنا بنتكلم عليها. أنت بتحترم الديمقراطية بجد؟ سيبوا الناس تختار، مش أنتم يعني نسيب إن المصريين يختاروا، لأن ده جزء من تجربتنا. اللي حصل في 30/6 ده جزء من التجربة، فليه بنشيله من التجربة الأولانية بتاعت 25 يناير؟ مين اللي بيخش كده؟ ده موضوع لازم ننتبه له. مش يمكن الفتنة دي ما بين الثورتين معمولة خصيصا علشان تحقيق كلام اللي بيقوله حمد بن جاسم مثلا، انه لاحقا يتقال ان ده عكس 25 يناير؟ ارد عليك؟ الوعي اللي عند الشعب المصري دلوقتي غير مسبوق. دليلي في كده شوف نتائج الانتخابات، دليل في كده 26/7. بص شوف الناس عملت ايه. ايه خير يعني لما يتقال لهم من فضلكم ادينوا تفويض ينزلوا بالملايين؟ لا، ده في ادراك حقيقي من الشعب ده ان في تحدي حقيقي ومخاطر حقيقيه بتقابله، فهو بيتحرك لها.